على إثر تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن حجز فتاة قاصرة والتشهير بها داخل غرفة مغلقة من طرف فتاتين ببراق تدعي إحداهما أنها سيسي الشيطانة، قامت مصالح الأمن ببراق بعد التحريات الأمنية بتوقيف الفتاتين بالإضافة إلى شاب آخر، وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبهين إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.